الطائر الذي تسبب بوفاة أكثر من 10 مليون شخص. هيا بنا لكي نتعرف عن أصل هذه القصة. في عام 1958 أمر الزعيم الصيني شعبه بقتل جميع أنواع العصافير البنية لأنها كانت تأكل المحاصيل وتقلل من الإنتاج الزراعي. وبالفعل بدأ المزارعون بقتل عشرات الآلاف من العصافير البنية، وكان كل من يقتل عدد أكثر من العصافير يتلقى من الحكومة جوائز ومكافآت مالية، وكانوا يعاملونه معاملة الأبطال الوطنيين. ولكن مع الأسف انتشر لاحقا الجراد التي كانت تأكله العصافير البنية في جميع أنحاء البلاد، وقضت على المحاصيل 100%. ومن هنا كان أحد الأسباب الرئيسية في مجاعة الصين الكبرى عام 1961، والتي أدت إلى وفاة أكثر من 15 مليون شخص بالجوع في الصين. ومن هنا أريد أن أقول لكم أن الأرزاق كلها بيد الله، ولعل من كنت تقطع رزقه وقوته كان يدفع عنك الكثير من الأشياء العظيمة وأنت لا تعلم. وبذلك قد انتهى حلقة اليوم، وإذا أعجبكم الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.